Unit 4, looking after our world. Looking after our world يعني الاعتناء بعالمنا. Look مع after يعني نعتني به. يعتني به look after. Our world, our دي يعني حاجتنا. ها؟ يبقى our world يعني عالمنا. الاعتناء بعالمنا. هنا coral reefs, الشعاب المرجانية. Coral reefs. جبل mountain. Mountain. ممكن اقولها mountain. Mountain. اخرها ان كده. Mountain يعني جبل. Island الاسم مش هتتنطق. جزيرة. Island. Forest. Forest. غابة. Lake. Lake. بحيرة. Waterfall. Waterfall. شلال المياه. Waterfall يعني شلال المياه. Waterfall. Alexandria الاسكندرية. Alexandria. ذهب يعني مدينة ذهب. ذهب. نوبيان فيليج. نوبيان فيليج يعني قرية نوبية. فيليج قرية ونوبيان يعني نوبية. من كرة النوبة كده في الصعيد. في أسوان. ناخد الكلمات ديت. Sunset غروب الشمس. Sunset. Sunset غروب الشمس. Decorated يعني مزين أو مزخرف. مزين أو مزخرف دي بتوصف المنازل ها في أسوان. Decorated. Decorated. التقويم او النتيجه اللي بتتعلق على الحيطه دي فيها الايام كده والشهور ومواقيت الصلاه وكده اسمها كاليندر. كاليندر. فيمس مشهور. فيمس. بوست كارد. بوست كارد يعني بطاقه بريديه. بارتيكولارلي. بارتيكولارلي يعني بطريقه خاصه. بارتيكولارلي. جزيره فيلا اسمها دي الجزيرة فيها اسمها إليفانتين آيلاند. إليفانتين آيلاند. إليفانتين. إليفانتين آيلاند. إليفانتين آيلاند يعني جزيرة إليفانتين أو جزيرة فيلا. أسوان بوتانيكال جاردن حديقة أسوان النباتية. أسوان بوتانيكال جاردن. مقابر النبلاء تومز. البي ما بتتنطقش عشان جت بعد إن فتقولوا تومز أوف ذا نوبلز. Tombs of the Nobles مقابر النبلاء. الصف اللي في النص. Shape يعني شكل. Shape شكل. Rare يعني نادر. Rare نادر. نادر يعني مفيش منه كتير مش متوفر يعني. Rare. Fantastic يعني رائع. Fantastic. Quiet يعني هادي. Quiet. Museum يعني متحف. Museum. حركة المرور اللي هي حركة العربيات وال زحام المواصلات وكده اسمه ترافيك. بص تيجي لما تيجي ورا ترا ليش صغيره جدا. ترافيك. تاون مدينه صغيره مش زي اسكندريه كده ولا لا زي مدينه برج العرب كده المدن الصغيره دي اسمها تاون. فيليج قريه. فيليج. تومز المقابر. تومز منطقه البي. برايت يعني ساطع او براق بيلمع يعني. رين. رين يعني عهد او فترة حكم. الجيمة بتتنطقش. رين. فلوكة يعني الفلوكة. فلوكة يعني الفلوكة. ايوه الراجل اللي بيجرب الميكروفون ده. افعال نوعين. في افعال منتظمة دي بالايدي وفي افعال غير منتظمة. regular verbs الافعال المنتظمة اللي هي بنحط لها ايدي. بص في ساعات الايدي تنطق ت ت وساعات تنطق دال. يعني walk لما اقول يمشي. بص الماضي منها walk. Walk, walk, walk. Decorate, يزين. Decorated. Decorate, decorated. يزين. Travel, يسافر. وصم traveled. Traveled. سفر. Wait, ينتظر. Waited. Waited. يفهم. Understand. Understand. الماضي منها understood. Understood. Stood. Understood. Find, يجد. Found, وجد. ده التصريف التاني. ليف يغادر. ليفت يعني لما يكتب لي ليفت ما نقولش يغادر بقى غادر خلاص مشي ها يعني الماضي هو العمود الثاني. سي يرى الثانيه بقى سا راى. اي سا مش انا ارى انا رايت خلاص. اي سا يعني رايت. يبقى الماضي هو العمود الثاني انما الاولاني ده المضارع ها. Important expressions and prepositions
بصوا هنا معايا travel by يعني يسافر بواسطة. travel by يسافر بواسطة by مثلا فلوكة by boat بالقارب by train بالقطار. full of مليء بي full of مليء بي. through the desert يعني عبر الصحراء. through the desert عبر الصحراء. lots of ممكن نقول lots ممكن lots of بنتعش الاف اقول lots يبقى ممكن lots of بس ده اوف اللي هيكمله اقول اوف بالفي كده lots of او lots of. في الحقيقة او في الواقع in fact ينظر الى look at see you soon اراك قريبا. go for a walk يعني يذهب للتمشية على بعضها. go for a walk حفظ كلها على بعضها يذهب للتمشية. go for a walk فهمنا الحتة دي. وتوريزم السياحة البيئية ودي نوع من السياحة السياح بيهتموا بيها بيحافظوا على البيئة فيها مش بيلوثوا البيئة ولا يبهدلوا الشواطئ ولا كده. دي اسمها ايكو توريزم السياحة البيئية. طيب يلا الشعاب المرجانية كورال ريفز الشعاب المرجانية. بص بقى السكان المحليون لوكو مش لوكال لوكو بيبل اللي هم السكان المحليين. ايكو توريزم السياحة البيئية السياحة البيئية. الناحية التانية هنا رحلة جيرني الحياة البرية وايلد لايف البيئة environment كلمات دي برضك بص بقى معايا كده مهم important ممكن تنطق important لوكو يعني محل لوكو مش لوكال زي انيمو الحيوانات. ايكو تورست السياح اللي هم بقى بيحافظوا على البيئه اسمهم ايكو تورست. تورست لوحدها سياح بس لما تحط قبلها ايكو اللي هم بيحافظوا على البيئه ما بيلوثوش الشواطئ ما بيبهدلوش المكان يعني دول اسمهم ايه ايكو تورست السياح المحافظون على البيئه. كالتشر يعني الثقافه كالتشر الاثار مونيومنتس الاثار يعني ايه مونيومنتس منس منطقش التي عشان بين حرفين ساكنين مش منتس لا منس مونيومنتس اثار هيستوريكال يعني تاريخي هيستوريكال يعني تاريخي. الناحيه الثانيه مثير يعني اكسايتنج مشروع يعني بروجكت المرشد السياحي اللي هو بيرشد السياح وبيعرفهم بالمكان وكده اسمه تور جايد اسمه ايه تور جايد طبيعي ناتشورال يعني طبيعي وظيفه يعني جوب التلوث pollution يعني تلوث. ناخد برضك الافعال المجموعه دي افعال منتظمه ودي افعال غير منتظمه. create يعني يبتكر create الماضي منها created preserve يعني يحافظ على preserve الماضي منها preserved يتلف او يدمر يخرب الحاجه damage الماضي منها damaged يقيم او ينقص يعني يقعد في حته كده في فندق مثلا او في مكان اسمها stay والماضي منها stayed اقام. travel يسافر الماضي منها traveled cause يعني مسبب الماضي منها caused سببة. خش بقى على الافعال اللي هي الغير منتظمه ومهمه برضك عشان نميز بين المضارع والماضي. اول عمود ده المضارع give يعطي give اعطى give يدفع pay بص البي بتطلع زي pay الماضي منها paid بص تطلع كده بهوا كده learned يتعلم ودي تعلمها learned come came يعتقد بقى ويظن think thought tell يخبر told يخبر او يقول يعني. نكمل بقية الكلمات
دي بتحفظ بقى سمعيا. travel by plane يسافر بالطيارة. travel يسافر وباي plane بالطيارة. travel by plane. look my after يعتني لي. look after يعتني لي. staying stay مع إن يعني يقيم فيه. staying that sounds good. احنا قلنا that اخرها تي. تي بقى واجبها بعدها حرف الساكن اللي هو الاسم. ما قول that لا قول that. that همزة كده. that sounds good. هذا يبدو جيدا. that sounds good. learn about. learn about يتعلم عنه. on foot سيرا على الاقدام يعني على رجله. يمشي على رجله. on foot يعني ما يركبش حاجة ياخدها ماشية. ماشي كده. pronunciation يعني ده النطق. بصوا هنا الاس سي دي وجت ورا ار. سكرين سكرين شاشة زي شاشة الكمبيوتر او شاشة الموبايل. سكرين سكرين بقى يصرخ. سكرين سكرين يصرخ. سكرو ده المسمار الالاوز ده اللي بيلفوه يعني بال. سكراتش يعني يخربش او يخدش. ها يعني هو المنسان بتاع دي بتخربش معناه سكراتش. ال S T R سنة ستريت. بص ستريت شارع. ستريت سترونج يعني قوي. سترو بص التي مع الأطر. سترونج سترابري. سترابري اللي هي الفراولة. سترينج الخيط. سترينج التي بقى مع التي R دي لما تيجي ورا التي H لما تيجي ورا R بقى ثه. بصوا ثروت الحل اللي هو الحنجرة دي الزور. المنطقة الزور دي اسمها ثروت. حتى لما يكون واحد عنده احتقان في زوره يقول له سور ثروت. سور ثروت سور دي اس او ار اي. ها ويجورا ثروت يعني عنده احتقان الزور ملتهب يعني. ثرو يعني يرمي. ثرو يرمي. ثرو ث. رقم ثلاثة بقى معروف ثري بالث. بص ده الرابع طرف اللسان ث ث ثري. العرش بقى ثرون. ثرون ايكو ريزورت يعني منتجع بيه. ايكو ريزورت. ايكو ريزورت منتجع بيه. هايكنج ده التنزه او التجول على الاقدام اللي هو المشي بس بيبقى في اماكن جبليه غابات صحراء. ها يعني المشي في الاماكن للتنزه يعني بتبقى كمان بيمشي مسافه طويله اسمها هايكنج. رحلة بيئية ايكو هوليدي. هي هوليدي اجازة وايكو يعني متعلقة بالبيئة بيحافظوا فيها على البيئة ونظافتها وكده اللي اسمها ايكو هوليدي. مساكن او نزل يعني بيئية ايكو لودجز يعني دي مساكن عاملينها مجهزينها للسياح بس ما بيستخدموش فيها ايه مثلا ما بيحرقوش فيها وقود او بنزين او كده بيعتمدوا فيها على طاقة الرياح وكده الطاقة النظيفة يعني اسمها ايه ايكو لودجز يعني نزل او مساكن بيئيه بتحافظ فيها على الايه ما تلوث الجو يعني. الثقافه كالتشر. كالتشر كالتشر. وادي فالي. فالي ماشي في نوع كده من ال زي ال نوع شبه الماعز كده. ها اسمه الايه التيس الجبل النوبي او الوعل اسمه نوبيان ايبكس. نوبيان ايبكس نوبيان ايبكس ده الوعل النوبي حاجه كده شبه الجدي كده. ها فلاير دي نشره اعلاميه. فلاير فلاير نشره اعلاميه. بص اللي جايه مين هيدنج. مين هيدنج يعني العنوان الرئيسي. مين هيدنج العنوان الرئيسي اللي وراها هات يعني كوخ. هات قرية نواميس. نواميس فيليج. نواميس فيليج. نواميس فيليج اللي وراها بقى هنا ممتاز يعني اكسلنت. اكسلنت اللي وراها فانتاستيك او وونترفول يعني رائع. ها فانتاستيك وونترفول حاجة نادرة يعني مفيش منها كتير قليلة يعني. رير رير فاسينيتنج يعني ساحر او خلاب يعني جميل جدا. فاسينيتنج سب هيدنج عنوان فرعي. في عنوان رئيسي وفي عنوان فرعي في زي الدور لما تاخدوا مثلا عنوان العنوان الرئيسي لا ده العنوان الايه الفرعي اسمه سب هيدنج. ايكو فريندلي يعني صديق للبيئه. ايكو فريندلي. ايكو فريندلي يعني صديق للبيئه.
الكامبينج اللي هي التخييم او اقامه المعسكرات ها، يعني يروحوا كده في حته ويحطوا خيمه كده ويقعدوا فيها، ده اسم العمليه اسمها كامبينج ها، التخييم او الاقامه في المخيمات كامبينج. ناخد الافعال ديت دايف يغوص دايف يتكلم توك توك، هنا الكي لما تيجي وراها ايدي تنطق ت توك تحدث او تكلم يعني. يتمشى او يتجول هايك انجوي يستمتع به انجوي. ناخد اللي جايه ديت ان اكزامبل اوف يعني مثال لي ان اكزامبل اوف يعني مثال لي اكزامبل يعني مثال good for يعني جيد لي او مفيد لي كويس لي. دي تحب الصم دي بقى take part in على بعضها كده يشارك فيه take part in a part of يعني جزء من a part of جزء من way of life يعني طريقة الحياة او طريقة العيشة يعني اسلوب المعيشة. stay مع in يعني يقيم فيه، زي مثلا in hotels في فنادق او in tents في خيام. stay in يقيم فيه.